مشاهدينا، أعلنت لجنة أطباء السودان أن قابية المعارضة الثلاثاء تسجيل مقتل 21 شخصاً بينهم 5 عسكريين سقطوا اليوم في محيط مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وأشارت اللجنة إلى أن تدخل الأمن لفض اعتصام في محيط المقر أسفر كذلك عن إصابة 153 شخصاً. وأشار البيان إلى احتمالية ارتفاع حصيلة القتلى جراء خطورة بعض الإصابات. إلى ذلك، ترأس الرئيس السوداني عمر البشير مساء الاثنين اجتماعا للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه، وذلك بالتزامن مع اعتصام آلاف المحتجين أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم للمطالبة بإسقاط النظام وتنحي البشير. ويعتبر ترأس البشير لاجتماع قيادة حزبه لافتا لأنه كان قد فوض إدارة الحزب لنائبه منذ أسابيع. مشاهدينا، للمزيد أرحب ضيفي هنا في الاستوديو السيد راشد سيد أحمد المحلل السياسي. أرحب بك سيد راشد. بداية، هل لديك معلومات حول الاعتصام؟ هل استطاع الأمن فضه أم لا؟ شكرا جزيلا للاستضافة. الاعتصام يتقوى كل ساعة. هذه الدعايات المضادة التي يبثها النظام ولزر الرمادي في العيون ولإقناع الرأي العام الخارجي بأن ما يحدث هو زوبعة في فنجان وإن الأمر سينجلي وسيخرج البشير أيضا هذه المرة ويستمر في نظامه المتعسف. الاعتصامات تتزايد والإصرار من قبل الشباب الثائرين بأن لا تراجع. لقد عبرنا إلى ضفة أخرى وحرقنا السفائن كما طارق بن زياد. طيب، دعنا نشارك معنا السيد أبو بكر عبد الرزاق القيادي في المؤتمر الشعبي، ينضم إلي عبر الهاتف من الخرطوم. أرحب بك سيد أبو بكر. هل فعلا جرت عملية استعمال القوة في فض أو محاولة فض الاعتصام؟ نعم، أنا حسب المعلومات التي نعلمها من ظهر الأمس أن الحكومة قررت فض الاعتصام باستعمال، هذا هو الذي كان مقدرا، باستعمال الغاز المسيل للدموع باستعمال الخرارات والعصا. تحركت كثير من الوساطات لتحريم هذه المسألة ولكنها فشلت، وكانت قدير أنهم لم يستعملوا السلاح وأنهم سيفتون ذلك بالطرق السلمية بهذه الطريقة، وقدروا لذلك الساعة الرابعة صباحا. يبدو أن المعلومات التي نتسامع بها أن هنالك قوات تسميها بعض القنوات بأن هي مكيولة الهوية، ولا أظن أنها كذلك. هي قوات تمت إلى المطار الوطني وتمت إلى بعض الأجهزة الأمنية، واكتمل التنسيق الأمني مع الجيش الموجود في حراسة القيادة العامة باعتبار أن الجيش يقوم بواجبه في تأمين القيادة العامة، ويقوم هؤلاء بفض الاجتماع حوالي الساعة الرابعة صباحا. لكن يبدو أن هنالك شيء من عدم الالتزام قد حدث، وتم تبادل النار بين قوة من الجيش الموجودة في الحراسة وبين هذه القوى التي جاءت لفضل. طيب، ابقى معي لو سمحت سيد أبو بكر. سأعود إليك سيد أبو بكر. سيد راشد، قلت بأنه نحن أمام مرحلة جديدة، ما شكل هذه المرحلة الجديدة؟ هي مرحلة جديدة باعتبار التطاول الزمني، إنما هي الشعار الذي رفعه الثوار منذ بدء التظاهرات هو أن يذهب هذا النظام. ليس في الأمر تعنت، لقد جربنا في خلال الثلاثة عقود الماضية عدد كبير جدا من الحوارات وعدد كبير جدا من المواثيق والاتفاقات ظل يخرقها النظام بانتظام وبعنجهية وبقوة عين، فبلغ السيل الزوبة وما عاد الناس يثقون في وعود النظام. هذه الاشتباكات المتكررة بين الجيش وقوات الأمن، هل تشير إلى تباين بين مؤسسات الدولة في التعاطي مع هذا الحراك؟ من يقومون بهذا الفعل هم ما يسمون بكتائب الظل التي ظلت كدولة عميقة أو كقوات
في الظل فعلا، إلى أن عبر عنها من أسسها في الأساس ويشرف عليها الآن علي عثمان محمد طه في تسجيل تلفزيوني لقناة سودانية، قال: نحن لنا كتائب ظل تقوم بالعمل المدني والإداري والعسكري ومستعدة لأن تزرف الدماء إذا استدعى الأمر أن يكون ذلك سبب المحافظة على النظام. النظام له أزرع مختلفة، تنظيم الأخوان المسلمين السودانيين، الجبهة الإسلامية والحركة الإسلامية، الطلاب الإسلاميين، لهم تكوينات جهادية. تم الآن اكتشاف بعض الأشياء عندما استولى الثوار على مسجد جامعة الخرطوم، وثائق وأشياء كثيرة جدا. نحن نعلم أن هؤلاء الناس يعني لا يتورعون في سبيل ما يقتنعونه صوابا بأن تسفك الدماء، وبدءا يؤبلسون ويشيطنون الآخر حتى إذا تم العسف به أن لا يكون هنالك أي تعاطف إنساني. سيد أبو بكر، اليوم البشير اجتمع مع بقيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعد انقطاع لفترة، ما دلالة هذا الاجتماع؟ هو طبعا أنا أفكر الرأي العام قد فهم أن البشير قد تنحى عن المطار، وهذا لم يكن واقعا لا من ناحية عملية ولا من ناحية سياسية ولا من ناحية قانونية. البشير تحدث عن أنه فوض صلاحياته لأحمد محمد هارون. تفويض الصلاحيات في القانون هي ما يعني بالضرورة أن أحمد هارون هو وكيلا عن أصيل، هو رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الوطني، وكما يقول علماء الإدارة تفوض الصلاحيات ولا تفوض المسؤوليات. فالرئيس الفعلي هو الرئيس البشير، وفي نفس الوقت أحمد هارون هو وكيل على الرئيس البشير. عودة الآن الرئيس للاجتماع بالمؤتمر الوطني يؤكد بأن الرئيس يعني عندما فوض كان يعني ما يريد تماما من حيث الدلالة القانونية لكلمة التفويض، وبالتالي هو ما زال مؤتمر وطني كامل الدسم وما زال جزء من المؤتمر الوطني. لكن ما بيكون أمس عقد هذا الاجتماع هو الرئيس الآن يستشعر أنه يحتاج إلى ظهير، والكتائب التي تحدث عنها ضيفكم في الاستوديو هي في واقع الأمر جزء منها كتائب المؤتمر الوطني فيما نعلمه سابقا من الطوارئ الكبرى والطوارئ الصغرى. لا نعلم أن القوة التي خرجت الآن، أنا لا أعلم بالتحديد هل هي تتبع للطوارئ الكبرى والصغرى، وتاريخيا كان على رأس كل قوة ضابط منذ ضحى هذا الأمر المحاضرات، وأن أسلحتهم تكون موجودة في بيوت محددة تراجع كل ما فترة وتنظف ويتم لها الاستعداد، وهذا الضابط في النهاية يكون هو تابع له هذه القوة. القوة التي جاءت أمس الإعلام الآن يتحدث عن أنها مسؤولة الهوية، هي أسف مسؤولة الهوية في وضع العام، هي أدنى إلى الحديث الذي حدثه علي عثمان محمد طه مع تشكيلة فيها شيء من المواءبة بينه وبين أجهزة الأمنية الرسمية. الذي حدث في واقع الأمر رغم التوجيه حدث يعني قتال بينه وبين الجيش، وتم فيه استشهاد عدد كبير جدا بالمناسبة، يعني الآن بعض المعلومات التي نتسامع بها تقول بأن العدد تجاوز 10 بكثير. يعني أنا لا أستطيع أن أؤمن على البيان الذي أخرجه الأطباء لأنه ما غير متأكد من المعلومة، لكن واقع الأمر المعلومة التي لدي أن العدد 12. شكرا لك سيد أبو بكر عبد الرزاق، أشكرك جزيلا سيد أبو بكر عبد الرزاق القيادي في المؤتمر الشعبي، كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم. سيد راشد، أخيرا لقاء البشير بحزبه هل يشير إلى حاجته إلى الحماية ربما أو الدعم؟ أنا في تقديري أنه لم يبتعد منه أصلا هذا مسرح، لأن ارتباط البشير بالكرسي بالإضافة لنزعاته الشخصية لأنه هو يعني يكون المقرر في كل شيء، هو ده ساتر الحماية بالنسبة له، لأنه يظن طالما هو بقي على الكرسي فلن تطاله العدالة الدولية باعتباره رئيسا ما زال في سدة الحكم. المؤتمر الوطني يعلم تماما بزوال نظام البشير كل ما كان لهم من يعني امتيازات بالتأكيد ستتوقف، وكل ما نهبوه سيطالبون باستعادته، وكل من أجرم سيقدم للمحاكمة العادلة. أشكرك. نعم. في نقطة أخيرة، جملة أخيرة، أن
يعني ما يحدث في السودان حقيقة. أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، إنما التغطية لا حقيقة لا تتوافق مع حجم ما يحدث في السودان من الفضائيات العربية، وناشد الجميع بأن يكونوا على مسافة واحدة من الأحداث التي تحدث في بلادنا. التغطية الآلاف يموتون ويجرحون، والتغطية ليست كما ينبغي في تقديري. شكرا لك سيد راشد. سيد أحمد المحلل السياسي على حضورك معنا.